ميدالية ذهبية جديدة تضاف إلى خزائن الرياضة الجزائرية. دورة الألعاب العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت بمدينة سيول في كوريا الجنوبية كانت موعداً لظهور بطلة جزائرية اسمها ليندا حمري. في 2012 البارالمبيك شبه الأولمبية اللي دارت في لندن حققت ميدالية فضية في القفز الطويل، و2013 الشامبيونا دو موند اللي دارت في ليون حققت ثاني ميدالية فضية في القفز الطويل. وهذه الخطرة الحمد لله ربي وفقني من حققت ثاني ميدالية ذهبية في القفز الطويل في كوريا الجنوبية. قصتها مع الرياضة بدأت بالصدفة، وصعودها إلى منصات التتويج العالمية كانت حلماً يراود ليندا منذ نعومة أظافرها. هي كي كنت صغيرة كنت نحب بزاف الرياضة، كنت نلعب مع بنات حومتي هكايا نلعبوا في الحومة، ومن بعد كانت جارتنا شافتني كلمتني قالت لي مدام طاجر، قالت لي فوالا ليندا، قالت لي علاش اذا كي حابه ديري سبور؟ قلت لها اه. ومامتون بابا كان يحوس باش يدخلني، ملي دخلت مع هذاك النهار الى يومنا هذا وليت ما نقدرش نستغنى عن الرياضه. رحله ليندا الى تحقيق حلمها سبقتها تحضيرات شاقه طوال الموسم الرياضي، إلا أن تمكنها من رفع العلم الوطني في كوريا الجنوبية خفف عنها التعب بعد عام طويل من التدريبات. حاجة كما يقولوا ما يقدرش يوصفها الأتلات كي تكون في البوديوم ويكون هذاك النشيد الجزائري يكون تما في الصطاد والناس كاع واقفين وشغل تسمع لهم النشيد، رغم اذا هما ما راهمش حابين يسمعوه انت تسمح لهم، شغل هذه هي الحاجه اللي تكون فيه. باصرار وعزيمه تواصل ليندا مسيرتها نحو مزيد من الانجازات، ويبقى لقب اولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل هدفا تسعى ابنه 26 عاما الوصول اليها.